معنى مشاركة تلاميذ الجزائر في أولمبياد الرياضيات الفرنكوفونية، أين تحصل الفريق الوطني على المرتبة الثالثة بثمان ميداليات، حيث تحصل تلاميذ فوق السن 15 سنة على ميداليتين ذهبيتين وفضية وبرونزيتين. أما في فئة التلاميذ أقل من 15 سنة فتحصل الفريق الجزائري على فضتين وبرونزية، وهذا دون أن ننسى ما حققه الفريق الجزائري أثناء مشاركته في أولمبياد الرياضيات العربي سنة 2022، أين تحصل الفريق الوطني على المرتبة الأولى بثلاث ميداليات ذهبية وميدالية برونزية مع تميز انفراد أحد التلاميذ الجزائريين المشاركين، واسمه وهو جدير ويستحق ذكر اسمه أمام الجمع الكريم، اسمه محمد وسيم مدور على المستوى العربي بحصوله على العلامة الكاملة في جميع مسائل الاختبار وابتكاره حلولا جديدة لم يسبق العمل بها، حيث تمت الإشادة بذلك خلال الإعلان عن النتائج النهائية.